نروح من التعليم للثقافه، وعلى طول نختصر المساله معايا الاستاذ عز عبد المنعم امينه متحف محمود سعيد بالاسكندريه، التي اتهمها الوزير وهي تطرح علي افكارا للتطوير بانه ما عنده مشكله مع التخان، ويطلب من مديره المدرسه طلب. ايه يا استاذ عزه؟ مساء الخير. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. هو كنت بتقولي ايه لسياده الوزير ساعه ما انشغل قوي بحكايه التخن دي؟ مش عارف هو عايز منكنات ولا عايز ايه بالظبط؟ كنت بتقولي له ايه؟ كنت بقول لسيادته ان انا حاصله على شهاده الماجستير ومقدمه الشهاده بتاعتي من شهر 9، وبعد ما قدمتها ضيعوها في القطاع، وبعدين اتعمل لي تحقيق عشان الشهاده دي ضاعت كاني ما بعتهاش، واتعمل لي لفت نظر بناء على هذا التحقيق، وبعدين قمت بارسال الشهاده مره اخرى، والى الان من شهر 9 مفيش اي رد، وبتصل بالموظفين موظف موظف بتليفوناتهم الشخصيه، يعني ابوس ايديهم يمشوا لي الورق. والسيده مديره المكان بتنصحني ان لازم تروحي تسافري بنفسك القاهره مره واثنين وثلاثه عشان تمشي ورقك بنفسك، لان هو ده الحال وهو ده النظام اللي موجود في البلد، وانت لازم تعملي زي زمايلك، والا ورقك مش هيمشي. واتهمتني ان انا مثاليه و و و. المهم فانا عرضت على السيد الوزير الموضوع ده وفوجئت بيه، بيقول لي انا عندي مشاكل مع التخان، وانت كنت قاعده جوه مكتبك بقى اكيد كنت قاعده بتاكلي، والسيده المديره طبعا زايدت كمان ان بقى تكوني مخبيه جوه بطاطس محمره وقاعده بتاكليها، وقال لها ان طلعيها ونزليها على السلم بتاع المتحف 20 مره كل يوم عشان تخس، ولفي بقى في الجنينه واجري كده زي ما اتفقنا عشان تخس. تمام. وبعدين لما قلت له طب حضرتك عندك مشكله معايا عشان انا تخينه، طب انا عندي مشكله بقى مع الناس اللي بتتعب ومش بتاخد حقها. قال لي يعني انت بتطالبي بال 80 جنيه بتوع الماجستير؟ طيب. وراح مشاور لموظف جنبه قال له خد اسمها. سيادته بدل ما يسخر من ال 80 جنيه المبلغ الهايف اللي انا بطالب بيهم، يعني حضرتك هو لسه منزل تصريح من فتره قريبه جدا ان في فائض ميزانيه في وزاره الثقافه ملايين، ومش ولازم ينتهوا قبل السنه دي ما تخلص. طب فين التوزيع العادل لميزانيه وزاره الثقافه يا جماعه؟ يعني لما حد يبقى معاه رساله، محضر رساله ماجستير قعد فيها سنين مجهود وفلوس وصرف وكل ده، في الاخر تبقى مكافئته 80 جنيه شهريا وسنه اقدميه، طب يعني فين العدل؟ فين العدل؟ ورغم كل ده افاجئ باهانه عنصريه غريبه جدا بتحصل لي على الملأ على العام قدام حرس سيادته، قدام امن المكان، قدام مديره المركز المفروض تحميني مش تحولني للتحقيق زي ما هي بتعمل دلوقتي. احالتك للتحقيق ليه؟ احالتني للتحقيق يا فندم لان هي بتتهمني بالكذب من اول الواقعه الاخيره، بتتهمني بالكذب وان انا الفت وان انا اهنتها، وكانت كمان عايزه تعمل فيا محضر سب وقصف، معرفش انا اهنتها ازاي، البوست موجود قدام حضرتك ما فيهوش اي اهانه. الوزير كلمك؟ الوزير كلمني قبل ما ادخل مع اول مداخله مع استاذ خالد صلاح يوم ما نشرت البوست، وقال لي انا ما كنتش اقصد وانا كنت بهدر معاكي وانا بعتذر لك و و و، وطلبت منه طلبين الصراحه. اول طلب يديني مدى زمني محدد لحل مشكلتي، وده ما حصلش. تاني طلب انه زي ما حضرتك اهنتني في العلن في مكان انا بدخله يوميا، يا ريت حضرتك تعتذر لي اعتذار علني رسمي وانا هنشره زي ما نشرت القصه بالظبط. ووعدني ان هو يعمل كده فعلا ومكتبه ينشر لي اعتذار على صفحتي على الفيسبوك، وده ما حصلش الى الان. وفوجئت بعدها بتصريح الدكتور محمد بغدادي مستشاره اللي هو اقرب ما يكون الى اتهام يا فندم، مش اسف، يعني اعتذار اعوج منقوص، في معلومات غير صحيحه تماما، ان انا اقتطعت كلام من السياق، ان انا اسات الفهم، ان انا الوزير قال فعلا الكلام ده بس هو كان قصده تلطيف الجو. وبعد كده فوجئت كان قصده ايه؟ تلطيف الجو. تلطيف الجو. تلطيف الجو يا فندم، عشان لقى الموظفين متوترين فحب يضحك معاهم يعني. تمام. وبعدين فوجئت بقى بتصريحات متناقضه للسيد الوزير، ان انا قلت لها كلنا محتاجين نلعب رياضه، وبعدها تاني يوم الاقيه كاتب ان انا لقيتها مرهقه وهي بتلف معايا في الجوله، وهي كانت شغاله لغايه وقت متاخر، فانا قلت لها يا بنتي انت محتاجه تخسي بقى. وبعد كده بيقول ان هي ان انا موظفه كفء وان انا عندي افكار و و و وان هو حب يشجعني. طب هل يكون التشجيع بالاهانه العلنيه بالشكل الجارح ده يا فندم؟ يعني وزير ثقافة، أنت عارفة وزراء الثقافة بيبقوا عندهم اللغة رقيقة وعندهم عبقرية في الأداء والجمل المختزلة. وزير ثقافة، ثقافة بتاع إبداع يعني. شفت الإبداع الصراحة. أنت قلقانة؟ والله يا فندم أنا بقالي 3 أيام مش بنام، وحاسة إن في دايرة بتتقفل عليا بشكل محكم جدا، يعني تزييف كلام بيتقال كلام وبعد كده يتقال عكسه،
يعني انا حتى في مكان شغلي لما بيجي لي صحفي يصور معايا الامن بيحلق عليه لا ادخل الاول للمديره. يعني انا مش فاهمه يا جماعه في ايه. انا كل اللي بقوله والله انا بطالب بحقي. انا بقالي 8 سنين يا استاذ خيري في المكان ده، خدمت المكان ده بمنتهى الاخلاص. صدق بيصنعونا مره اخرى وبيحولونا عايزيننا نفسد، اللي هي كل حاجه نقول الريس الريس، طب نروح للريس، طب يا مهندس ابراهيم محلب مش عايزين نروح للريس عشان الريس مش فاضي للحاجات دي، الريس بيسعى لتكريم المرأة في كل حتة، الريس شاف زميلة إعلامية شايلة ابنها وبتعمل شغلها كرمها واستقبلها، فهنقول للريس التخان كلهم زعلوا عشان وزير الثقافة مش فاهم الفرق بين التهريج وبين الإهانة، طب مين اللي يحل المشكلة؟ نقول للريس برضو؟ والله يا فندم انا كتبت شكوتين للسيد رئيس الوزراء وللسيد رئيس الجمهوريه ومنتظره ردهم وعندي امل كبير فيهم، وكتبت بيان لكل اللي عندهم حاله شبيهه ليا وما خدوش حقهم الماجستير والدكتوراه والعاملين في وزاره الثقافه في كل المحافظات ان هم يتضامنوا معايا عشان ناخد حقنا، وان لو ال 80 جنيه دي المبلغ المهين اللي سيادته مستقل بيهم فاحنا محتاجين ان المكافاه دي تتعدل بشكل عادل. وفي بيان برضو من الأستاذة منى عزت من جماعة من جمعية المرأة الجديدة شرح فيه الوضع القانوني بالضبط لفكرة الحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه وتعديلات القوانين الأخيرة الخاصة بسنة 2015 قانون 18، وشرح فيه برضو الجانب القانوني للوضع الخاص دي وفكرة الإهانة اللي أنا تعرضت لها. وأنا مش يعني أنا مش ها مش ها مش هكسل عن إن أنا أتابع هذا الموضوع ومش هتوانى أبدا، لأن أنا عندي حق وحقي وحق الناس اللي زيي. انا يا فندم كنت بدخل كل يوم شغلي حضرتك، يعني انا كنت بدخل مكتبي اعيط، والله العظيم كنت بدخل مكتبي اعيط، انا يوميا اتصل بالموظفين ارجوكم يا جماعه مشوا الورق، ارجوكم يا جماعه مشوا الورق، ليه احس ان انا مقهوره القهر ده؟ يعني انا عملت ورش لتعليم الاطفال في المكان ده بشكل تطوعي مجاني، عملت فيلم تسجيلي عن حياه الفنان محمود سعيد اللي انا شغاله في متحفه مجاني، وكنت بعمل ده بمنتهى الحب وعايزه اطور من وظيفتي واطور من المكان وانا حابه المكان ده جدا. فليه انا اتقهر في المكان ده بشكل يومي وفي الاخر سياده الوزير والسيده المديره يهنوني بهذا الشكل يعني الجارح جدا جدا انسانيا حتى قدام كل الناس بالشكل ده؟ حقك علينا يا استاذ عز. على العموم انا الثلاث ايام اللي شغال كل ما يحصل لك حاجه اطلعي وقولي وانا معاكي تماما، ومتاكد ان الزملاء مش هيتخلوا عنك في اي برنامج ولا اي جورنال، لان اللي حصل اهانه كبيره تستوجب اعتذارا رسميا من الوزير. فاكر وزير الاعلام الاخوان لما بلفظ سخيف قاله كلنا ما سكتناش ومش هنسكت الا لما تاخدي حقك. طبعا يا فندم بشكرك.